تشرف هذا اليوم بزيارة النائب محمد كريم البلداوي مشكور، والسيد قيم مقام قضاء الدجيل المشكور، والأستاذ مسؤول المناهج في تربية صلاح الدين مشكورين للإطلاع على واقع التعليم أو مدى احتياجات المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد. وطبعا مثل ما معروف احنا مدرستنا تأسست في 2008 ومن المدارس المتميزة في قضاء الدجيل وصلاح الدين، والتي تحقق نسبة نجاح بالامتحانات الوزارية 100% بكل عام، وتحقق دائما المراكز الأولى في جميع الأنشطة الصفية واللا صفية. وبس المدرسة تعاني من نقص بالكادر، عندي نقص بحدود 7 معلمات، وعندي نقص بالصفوف، لأن أنا عدد طلابي بحدود 650 تلميذة. فأني أطلب من سيد نائب أو من سيد قائم مقام قضاء الدجيل أن ينظرونه ويضيفوا لي، وأنا قدم الطلب طبعا بإضافة صفوف، ووافقوا لي على أساس على بناء 4 صفوف، بس لحد الآن صار 2 3 ماكو أي إجراء. فأني هاي كل مطالبي، وعندي نواقص بالأثاث، بالكتب عندي هسه نقص، يعني عندي بالنسبة للخامس عندي نقص الإنجليزي، نقص مادة الإسلامية، باقي المراحل أيضا نقص الإنجليزي، فقط الثالث طوني كتب كاملة. حقيقة اليوم استقبلنا السيد النائب الأستاذ محمد كريم البلداوي في قضاء الدجيل لمتابعة قسم تربية الدجيل والمدارس الموجودة وبداية العام الدراسي الجديد 2024-25 للوقوف على أهم احتياجات هذه المدارس، وخصوصا هناك اختناقات في بعض المدارس، وأبدأ السيد النائب أنه تشتر هذه المدارس وتكون مدارس، باعتبار عندنا مدارس القرض الصيني مكتملة قسم منها، وهناك مدارس مكتملة أخرى، فأوعز سيدنا بشطر هذه المدارس ودعمها من كل ما تحتاج هذه المدارس. حقيقة نحن كدورك كقائم مقام أشكر السيد النائب على هذه الزيارة وعلى هذا الاهتمام بقضاء الدجيل وبالقطاع التربوي المهم، لأن قطاع التربوي من القطاعات المهمة في القضاء. لهذا نشكره جزيل الشكر، وحقيقة هو متواصل ويانا، متواصل من خلال اتصالاته المتكررة ومن خلال تواجده في قضاء الدجيل، وهذا أهله وناسه، وإن شاء الله قضاء الدجيل وكل محافظة صلاح الدين هي منطقة واحدة إن شاء الله. وسيدنا حقيقة مشكور على هذه الزيارة، ومشكور على هذه القرارات اللي هي في صالح الطلبة وفي صالح المدارس. شرفونا اليوم بزيارة المدارس، وحتى يعني الوقوف على احتياجات مدارسنا، المختبرات وايضا باقي المدارس، وحتى يعني عندنا ابنيه وهياكل طلعوا على يعني احتياجاتها، نسب الانجاز اللي بيها، حاجه المدارس، عندنا مدارس مكتظه طلبه. ان شاء الله وعدنا خير الاستاذ محمد انه راح يحاول ينجز هاي الضروريات. بالنسبه للاثاث، اثاث المدارس ايضا يعني مشكور، تم احتياجات المدارس، وراح يكون ان شاء الله ان يعني لقاء ويا مجلس محافظه قال حتى نقدم احتياجات المدارس. مدارس الدجيل باكملها يعني الصعوبات كانت يعني الحمد لله وشكر يعني بوجود الاستاذ محمد بدا صار عنده اطلاع ومتابع المدارس، ومشكور يعني جهوده مدارس الدجيل، ونشكر على كل الجهود اللي بذلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، استنادا للدور الرقابي لمجلس النواب العراقي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، كانت لنا هذه الزيارة إلى قضاء الدجيل الصمود والتضحية والفداء برفقة السيد النائب الفني المحافظ صلاح الدين والسيد قائم مقام قضاء الدجيل والسيد مدير قسم تربية الدجيل والسيد مدير المناهج والتقنيات في المديرية العامة لتربية صلاح الدين، إضافة إلى مجموعة من الأخوة المشرفين الذين رافقونا في هذه الزيارة لمجموعة من المدارس داخل قضاء الدجيل. اطلعنا فيها على مجريات العملية التربوية واستعدادات إدارات المدارس وقسم التربية ومديرية تربية صلاح الدين للعام الدراسي الجديد. حقيقة أفرحنا ما وجدناه من حرص وتفاني من قبل إدارة القسم وكذلك أيضا من المدارس التربوية، المساهمة الكبيرة والدور الفعال لقسم المناهج في المديرية العامة لتربية صلاح الدين الذي اليوم نعتقد أن فيه إدارة فذة استطاعت أن تحرك هذا القسم وأن تبعث فيه الحياة ليساهم بشكل رائع وبقوة في رفد هذه المدارس بالتجهيزات والمستلزمات للمختبرات. كذلك إذا اطلعنا على مجموعة من المعوقات التي تعيق العملية التربوية، كان هناك تواصل من قبلنا ومن قبل السيد النائب الفني مع السيد مدير عام تربية صلاح الدين، الحمد لله هنالك استجابة، إن شاء الله الأيام القادمة ستشهد تحسن في تلبية هذه الاحتياجات. ما زال الأعداد الكبيرة للطلبة التي اليوم ترد إلى هذه المدارس تشكل عائق ومعوق، لكن همة الأخوة الكادر التربوي والتدريسي في هذه المدارس إن شاء الله ستكون هي الحل لمعالجة هذه الحالة. مع العلم وأشير هنا وأؤكد على هذه النقطة أن اليوم هذه الأعداد هي حالة إيجابية في توجه أبنائنا الطلبة والعوائل الكريمة نحو العلم والمعرفة والثقافة، وعكس ما كان في الماضي عندما كان هناك تسرب كبير اضطرت معه الدولة إلى فتح دورات لمحو الأمية. نقدم الشكر والتقدير إلى كل الأسرة التربوية على جهودها التي بذلتها، إلى السيد محافظ صلاح الدين السيد النائب الفني لمحافظ صلاح الدين على جهودهم وتواصلهم ودعمهم للعملية التربوية من خلال إكمال المدارس المتلكئة وأيضا ترميم جزء منها وإنشاء مدارس جديدة. كذلك نقدم الشكر والتقدير إلى مديرية العامة لتربية صلاح الدين على مساهمتها في حل المشاكل، إلى السيد مدير قسم المناهج في المديرية العامة لتربية صلاح الدين لحضوره الميداني والمساهمة الفاعلة في تقديم الدعم لهذه المدارس، إلى السيد قام مقام قضاء الدجيل السيد مدير قسم تربية الدجيل، إلى كل السادة والسيدات مدراء المدارس، إلى الكوادر التربوية، إلى طلبتنا الأعزاء متمنين لهم عام دراسي سعيد وموفق مكلل بالنجاح والتفوق. بسم الله الرحمن الرحيم، حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر محمد فحال أنت هناك جولات ميدانية لتفقد جميع القطاعات الخدمية والصحية والتربوية. اليوم اجتمعنا برفقة السيد النائب محمد كن بلداوي للسيد مدير قسم التربية البلد وكذلك رئيس قسم المناهج الدراسية في محافظة صلاح الدين الأستاذ أمجد البلداوي. في الحقيقة استمعنا لأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع التربوي، والحمد لله والشكر أشرفنا على توزيع 6000 درجة فيما يخص الدرجات الخاصة بقضاء الدجيل، واستطعنا سد الشواغل الموجودة في بعض المدارس خاصة في الاختصاصات الأحياء والفيزياء والكيمياء وبقية المواد الأخرى. في الحقيقة هناك لدينا جهود استثنائية من قبل رئيس قسم المناهج الأستاذ أمجد لتوزيع بعض المستلزمات المختبرية في قضاء الدجيل، وهناك جهود استثنائية مقدمة من قبل مدير تربية صلاح الدين وكذلك الأخ العزيز أستاذ محمد عيساوي وبقية المدراء. هناك جهود استثنائية قدمت في كل أبناء الطلبة، وإحنا برفقة السيد النائب وجه كثير من الملاحظات التي تخص هذا القطاع. هناك باع طويل لأخ النائب محمد كمال داوي كل القطاعات، وهو يعتبر قوة ثانية لمحافظة صلاح الدين والعين الناظرة لكل أبناء صلاح الدين، وإن شاء الله لدينا زيارات ميدانية بعد هذا اللقاء سوف نتجه إلى ناحية الحاتمية وناحية يثري من أجل الاستماع لأهم المشاكل والمعوقات تواجه كل القطاعات التي نحن بأمس الحاجة لتقديم خدمات. هناك كثير من المدارس سوف تنجز ضمن خطة تم التقانيم وكذلك صندوق الأعمار، وهناك عندنا دعم الاستقرار وكذلك الخطة الاستثمارية التي سوف تنهض بالواقع الخدمي في محافظة صلاح الدين.
اليوم على بركة الرحمن انطلقنا برفقة السيد نائب الفني لمحافظ صلاح الدين المحترم أستاذ مفيد منعم البلداوي، إضافة إلى السيد محمد كريم البلداوي عضو مجلس النواب المحترم. توكلنا على بركة الرحمن، انطلقنا إلى قضاء الدجيل. قسم تربية الدجيل للمحطة الأولى كانت برحلة جولة حول تجهيز المختبرات العلمية في المدارس. حاولنا أن نغطي أكثر عدد ممكن من المدارس. جولنا في مدرسة ثانوية اليرموك للبنين إضافة إلى مدارس أخرى. وصلنا لمرحلة تجهيز مدارس في الحاتمية، كانت عندنا محطة أخرى في ناحية الحاتمية هي ثانوية نجد المختلطة. اليوم وصلنا الآن إلى ثانوية العلياء للبنات، نحاول إن شاء الله نجهزها بقدر المستطاع، وأكثر من التمكين إن شاء الله راح نجهزها بكل أدوات المختبرية من الاستولات إلى الميز إلى مجسمات إلى إذاعة مدرسية إلى أمور أخرى راح تطلبها هي السيدة المديرة. وحقيقة كانت الجولة مثمرة. من يوم أمس كانت عندنا جولة ميدانية في قسم تربية بلد ونواحيها، اليوم على قسم تربية الدجيل. قبلها كانت لنا جولة في الشرقاط، ومن بعدها كانت لنا جولة أخرى في الدور. وأيضا عندنا الخطة ماشية في نحو الأمام لعدة الأقضية. هدفنا راح يكون إلى 14 قسم راح نتجوله خلال هذه الفترة. الغاية من هذا هو تغطية أكبر عدد ممكن من فتح المختبرات العلمية وتجهيزها بالتجهيز كامل خدمة للمصلحة العامة وخدمة لأبنائنا وبناتنا الطالبة. كان زيارة اليوم الخميس من قبل السيد النائب محمد كريم البلداوي لقسم تربية يثرب والمدارس التابعة لقسم تربية يثرب لتجهيز مختبرات علمية لتهيئة بيئة علمية ناضجة لمواكبة التطور. وبدورنا كتربية وباسمي أيضا وجميع الأجيال والعاملين والكوادر التربوية والأساتذة العاملين في قسم تربية يثرب، نشكر لمقدمه الكريم الأستاذ محمد كريم البلداوي ونائب المحافظ أيضا والأستاذ أمجد برهام الزوغي الحداد مدير قسم المناهج والتقنيات التربوية في المديرية العامة لتربية صلاح الدين لدوره الفعال في رفض هذه المختبرات العلمية بأجهزة علمية نموذجية وبوسائل تعليمية متطورة خدمة للعملية التعليمية والمسيرة التعليمية في مناطقنا وفي مناحية يثرب وعراقنا الجديد. كذلك لا يسعني بالذكر أن أشكر جميع العاملين في هذه المؤسسة التعليمية وهذه الزيارة الكريمة المرحب بها دائما للهادفة والخادمة دائما لمواكبة التطور والتكنولوجيا. جزيل الشكر والامتنان للعاملين والكوادر العاملة والأساتذة في قسم المناهج من قسم المناهج والتقنيات التربوية والتقنيات التعليمية كل حسب مقامه.